اهلا بيكم في حلقه جديده من لمه الاسبوع، وان شاء الله الحلقه النهارده مميزه. ما فيش كلام في السياسه والاقتصاد كتير، هيبقى معانا ضيفه ان شاء الله مميزه من داخل الاستوديو، دكتوره زينب عبد الرحيم، باحثه في الشؤون التراثيه والفنون الشعبيه. هتكلمنا ان شاء الله عن تطور التراث واهم اشكال وفنون والوان التراث والفنون الشعبيه في مصر. في البدايه ان شاء الله كالمعتاده يبقى معانا بعض الاخبار ومداخله هاتفيه. صباح الخير يا ميرا. صباح النور. ما قلتليش كل سنه وانت طيب، انا زعلان. احنا مش قلنا ده سر مش هنقوله دلوقتي. طيب. كل سنه حضرتك طيب. وانت طيب. نبدا انا معايا بالاخبار، بس الاول عايزه اقول لكم ان انتوا حشتونا جدا جدا جدا. الخبر الاول معايا انه انعقد مؤتمر شباب العالم في نسخته الثالثه في مدينه شرم الشيخ. ده كان في الفتره من 14 ل 17 ديسمبر. المؤتمر ناقش مستقبل مهارات الشباب في ظل الثوره الصناعيه الرابعه، وده كان نموذج من اجل اتحاد دول البحر الابيض المتوسط. ادخل بقى الخبر الثاني على طول. الخبر الثاني عن محمد صلاح. تألق محمد صلاح بشكل كبير جدا مع نادي ليفربول في الفتره الاخيره، حيث قاد النادي للفوز في دوري ابطال اوروبا والفوز برضه في الدوري الانجليزي، ليغرد منفردا في صداره الدوري الانجليزي. بس كده بقى. ادي البنات لما تتكلم في الكوره. لا الكلام في الكوره، انا ما بحبش الكوره. الكلام في الكوره يبقى مختلف. يعني انت خلاص عشان اتكلمتي في الاقتصاد المره اللي فاتت هتتكلمي الماضي في الكوره كمان؟ مش عارفه. لا بصي حضرتك، هو محمد صلاح لازم نجيب بعض التفاصيل كده. يعني هو جاب في دوري ابطال اوروبا جون ضد سالزبورج النمساوي. أيوة. هدف مرشح لجائزه احسن هدف في دوري ابطال اوروبا، ده غير التالق بتاعه قدام واتفورد في الدوري الانجليزي، وهو حاليا بيلعب مع ليفربول في كاس العالم للانديه، وان شاء الله هياخدوا البطوله باذن الله. ان شاء الله. ده بالنسبه للكوره. بالنسبه للكوره. ماشي ماشي. كل مره هعدي، مره هعدي لها حلقه الاقتصاد، مره هعدي لها حلقه الكوره، مش هينفع كده. ما انا لازم اتعلم من حضرتك برضه يعني. لا بس ما شاء الله عليكي بتتعلمي يعني. الحمد لله. بس سيبوا الكوره للصبيان، ماشي؟ اكيد ما انا سايباها اهو. عندنا خبر تاني جميل بيتكلم فيه عن اللافته اللي كلها احترام وتقدير اللي عملها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، لانه فور وصوله حب يأخر نفسه شويه بعد الوقت الى ان تاتي السيده الاولى وتدخل قبليه، وده متماشي في الفتره الاخرانيه مع كل توجيهاته مع كل ارائه، اللي هو دايما بيدعم السيده والسيده المصريه وسيده النضال الطويل والتاريخ الطويل وموقفها جميل في 30/6. هو قال كمان في ختام مؤتمر في منتدى السلام والتنميه في اسوان انه مش هيوقع على اي قانون للاحوال الشخصيه يتعارض مع مصلحه المراه المصريه. فهو يعني ما شاء الله عليه بيدعم المراه بقوه، وعشان كده ميرا دلوقتي بقت بتتكلم في الكوره وفي السياسه والاقتصاد. من اخبارنا الثانيه، فور وصول حزب القومي الاسكتلندي للاغلبيه بتاعته بالنسبه لعدد المقاعد المقرر ليه في البرلمان الانجليزي، قالت رئيس الوزراء الاسكتلندا نيكولا ستيرجن ان هي بتتمنى انه يتم استفتاء تاني على انفصال اسكتلندا عن انجلترا. وطبعا الكلام ده ما عداش كده على رئيس وزراء بريطانيا اللي هو بوريس جونسون، وطبعا استحاله يتم استفتاء تاني على حاجه استفتينا عليها قبل كده وانتهت. من الجدير بالذكر ان مخصص لاسكتلندا 59 مقعد في البرلمان الانجليزي، وصل الحزب القومي الاسكتلندي ل 48 مقعد منهم، وبالتالي هو من حقه يطلب تاني استفتاء تاني. فهل هيتم الموضوع ده وهتبقى خروج اسكتلندا من المملكه المتحده زي خروج المملكه المتحده من الاتحاد الاوروبي؟ الله اعلم. هيكون معانا دلوقتي مداخله هاتفيه مع الكاتب الصحفي محمد عوض. معانا؟ اهلا بيك دكتوره غالي. اهلا بيك. الله يخليك يا رب، الله يخليك، منورنا دايما ومتالق في كل كتاباتك يعني في كل المجالات السياسيه والاقتصاديه، وما شاء الله عليك. اهلا بحضرتك. ازيك استاذ محمد؟ اهلا بيك يا حبيبي، صباح الخير بيك وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله 2020 تكون يعني عام جديد وسعيد على كل المصريين وعلى العرب وعلى كل افارقه والعالم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ممكن بس اسال حضرتك ايه هو انطباعك الشخصي عن رؤيه الشباب المصري والافريقي وشباب باقي الجنسيات في مشاركتهم بمؤتمر شباب العالم؟ تمام. شكرا لك. يعني بالتاكيد يعني الجميع يثمن من هذا المنتدى، لا سيما وان شباب العالم هم كانوا سفراء لبلدانهم وهم قادة دوليين في المستقبل القريب، وهم يحملون الآن الرؤية الكبيرة والصورة الأكثر وضوحا عن مصر. يعني منتدى شباب العالم يصبح الآن أو صار الآن لاعبا رئيسيا في صناعة القرار العالمي تجاه مصر،
نظرا لما يقوم به من طرح الاراء المختلفه حول قضايا العالم. كمان القياده المصريه بدات تستخدم المنتدى للتحاور معهم في محاور هامه للغايه، ويستمد قوته اكثر من انه يستهدف تحقيق التواصل والحوار المباشر مع الشباب الذي اطلقته الدوله المصريه، حيث ان هذا المنتدى منتدى شباب العالم يعني كان تحت رعايه الرئيس السيسي مباشره كوسيله للتفاعل بين الشباب المصري وشباب العالم منذ انطلاق المؤسسات الاولى والثانيه في شرم الشيخ. طيب ايه المنتظر لدى الشباب في مصر والعالم من تفاعل مع مؤسسات الدوله والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ولسه لغايه دلوقتي ما تحققش على ارض الواقع؟ شوف حضرتك، هذا المنتدى العالمي للشباب يعني ناقش اكثر القضايا التي تهم الشباب واهمها التحديات الراهنه الامن والسلم الدوليين واثر التغيرات المناخيه على الانسانيه والتميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي وكيف نستعد ونستمد الثوره الاصطناعيه الرابعه والتعليم الفني والتدريب. طبعا هذه الاشياء كلها يعني تفيد الشباب في تطوير بيئته في العمل ورياده العمل وسبل تعزيز التعاون بين السبل بين الدول المتوسط في مجال التحديات المشتركه والامن الغذائي في افريقيا والبطاله وغيرها والاستثمار والسياحه وغيرها من هذه المواضيع التي تهم الشباب. تفضل بقى انت يا استاذ محمد. تحياتي ليك ودايما متالق ومتابع كتاباتك المتميزه. يعني في البدايه كده انا عايز اقول ان الحياه السياسيه شكلها اختلف، بس عايزين نعرف الشباب من خلال الكلام والحديث عن تنسيقيه شباب الاحزاب وان الرئيس بيدعم كل الاحزاب. الرئيس دلوقتي بيتعامل مع الشباب من خلال مؤتمر اسال الرئيس الشباب المصري، ومن خلال منتدى شباب العالم، منتدى شباب العالم بيتعامل فيه الرئيس مع الشباب المصري والعربي والافريقي وكل الجنسيات حول العالم. فحضرتك شايف ازاي مستقبل الشباب سياسيا؟ لغايه ما نعاود اتصال بالاستاذ محمد. معانا استاذ محمد؟ انا معاك يا ابن الشبكه، يعني فيها مشكله انه الجو يعني مش كويس يعني. تحياتي لمعاليك هنعيد عليك السؤال تاني. يا ريت بس يعني نعرف الناس بشكل الحياه السياسيه دلوقتي خاصه للشباب من خلال تواصل الرئيس مع الشباب المصري، من خلال مؤتمرات اسال الرئيس، ومن خلال دور الفاعل لتنسيقيه شباب الاحزاب، ومن خلال منتدى شباب العالم. حضرتك في البدايه يعني دعني اوضح لك في البدايه ان التنسيقيه هي اكثر من 25 حزب سياسي و11 من الشباب السياسيين، وتم تشكيلها بعد ثوره 30 يونيو. كان لابد ان يكون هناك مساحه للسياسه والاحزاب وتلبيه لدعوه الرئيس السيسي لتنميه الحياه السياسيه في العالم وفي العام المصري او في يعني في الجو المصري للسياسه، خاصه في العام الماضي 2018. فقام مجموعه من الشباب بتقديم تجربه مختلفه في العمل العام، ومن هنا جاءت فكره التنسيقيه. الهدف من هذه التنسيقيه تقديم ممارسات جديده لرأي المجتمع، تجربه جديده لجيل جديد من السياسيين وسياسه حقيقيه تقدم الحل لمشكلته وتحقق اماله. طبعا القياده السياسيه ممثله في الرئيس السيسي وفرت لهم مساحه المشاركه في جلسات ومتواصل الدائم وابداء الاراء في كافه الاحزاب. تمام، وانا يعني بثمن على كلام حضرتك وبقول ان الرئيس ملوش حزب بعينه، هو بيدعم كل الاحزاب وكل الشباب وكل التيارات الفكريه اللي بتدعم استقرار الدوله واستقرار الوطن. نعم صحيح، وهذا فعلا ما تم يعني ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قيام ثوره 30 يونيو، يعني اتجه الى الشباب. لا سيما انا خلي بالك ان الشباب هم عماد الوطن والمستقبل، فكان له يعني وهو يعلم تماما ان هؤلاء الشباب الذين دائما يلتقي بهم هم سفراء للعالم، وبالتالي هم فيما بعد سيكونوا رؤساء وسيكونوا رؤساء دول هذه الدول التي يعني تحمل الرؤيه الحقيقيه عن الاخرى. بالفعل حضرتك اللي بيشارك في مؤتمرات زي دي هو اكيد شاب فاعل في جامعته او في مدرسته، وهيكون في المستقبل كمان 10 سنين 15 سنه 20 سنه هيكون وزير رئيس وزراء رئيس جمهوريه، فبالتالي احنا بنتواصل مع المستقبل. واخر نسختين من منتدى شباب العالم بقى منصه للتواصل مع شباب العالم كله. بالتاكيد صحيح. اخر سؤال قبل ما نختم مع حضرتك، ولو اني مش عايز اختم بصراحه الكلام مع حضرتك ممتع، يعني حضرتك اخر نسختين من منتدى شباب العالم ما بقاش الكلام بس عن التنميه والتحول الرقمي، كمان بقى فيه بعد ثقافي وبعد فني، فحضرتك شايف التطور ده وتناول كل الابعاد في حياتنا، يعني التقريب ما بين الثقافات والتقريب ما بين الشعوب عن طريق الشباب، وان ما فيش اختلاف، وكلمه الفنان الجميل جدا احمد حلمي في المنتدى الاخرانيه وضحت قد ايه ان كلنا في الاخر بشر وما فيش اي داعي للعداوه والكراهيه تحت اي مسمى، وان الاديان نفسها ضد العنف، وان الثقافات ما هياش مختلفه علشان نحارب بعض، انما الثقافات مختلفه عشان يحصل نوع من انواع الثراء. نعم، وهي في الفعل هذه ما يسمى بثقافه الوسطيه التي يعني
كان الرئيس السيسي يعني يبحث جاهدا وساعيا من خلال هذه المؤتمرات ان يكون دور الفنون في التعاون مع القضايا الانسانيه، حيث بحث هذا المنتدى كيفيه استخدام الفنون كاداه لنشر ثقافه وسطيه ومحاربه الافكار المتطرفه في ظل العولمه، واستعراض دور الاعمال والانشطه الفنيه على مختلف انواعها في تحسين الاوضاع الثقافيه والاقتصاديه في المجتمع والدول اللي طبعا اللي شاركت في هذا المؤتمر وهذا المنتدى. طبعا يعني ترى انه مناقشه الفنون تسعى نحو انفتاح ومحافظه على استقلاليه الهويه المصريه وعدم تبعيه الخصوصيه الثقافيه من اجل حضارات تتفاعل بشكل بناء وتكامل دون صدام. تعلم ان حضارات البحر المتوسط هناك حضارات كثيره، يعني من ضمنها حضاره الفراعنه، يعني حينما تلتقي بهذه الحضارات الموجوده على مستوى العالم تقول في الاول وفي الاخر ان مصر يعني هي دوله تقود العالم الوسطيه في الدين في الفكر في اللغه في كل شيء. انا شاكر حضرتك وان شاء الله على امل لقاء في الاستوديو قريبا بقى ويكون في استفاضه في الحديث. شكرا لحضرتك، الف شكر. شكرا جزيلا دكتور. وختاما حابب اكد على المعلومه اللي قالتها استاذه ميرا في بدايه الكلام عن المنتدى، ان كان في نموذج محاكاه لاتحاد دول البحر الابيض المتوسط، الجزء الجنوبي بيمثل افريقيا وبيمثل الشرق الاوسط، والجزء الشمالي من البحر دول البحر المتوسط بتمثل برضه عمق اوروبي. فيعني التواصل ده تواصل ثقافات وحضارات، وهو حصل قبل كده امتزاج ما بين الحضارات دي وطلعت الحضاره الهيلينيه على سبيل المثال. فالتواصل مهم جدا، والمستقبل مش هيكون من غير تفاهم وتواصل، والمستقبل مش هيكون من غير الشباب، وهو ده اللي حطته القياده السياسيه على الخريطه وشغاله عليه. والمنتدى تطور جدا، منتدى شباب العالم في اخر نسختين ليه. هنطلع فاصل ونرجع مع ضيفه جميله جدا، مثقفه جدا، متعلمه جدا، مهتمه جدا بالثقافه والفنون وتطورهم في تاريخ مصر المعاصر وما قبل المعاصر كمان. معانا دكتوره زينب عبد الرحيم باحثه في التراث والفنون الشعبيه. يا ريت نشوف الفيديو كمان خلال الفاصل، كانت بعت لنا فيديو جميل جدا. فاصل.
رجعنا لكم ومعانا دكتوره زينب عبد الرحيم الباحثه في الثقافه والفنون الشعبيه والتراثيه. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا بحضرتك. نورانا. اهلا بيك. وان شاء الله عام جديد سعيد باذن الله. باذن الله. وحابين نتكلم عن التراث ان شاء الله النهارده. ان شاء الله باذن الله. نورانا جدا النهارده. شكرا كتر خيرك. ربنا يخليك. انا بس عايزه اسال حضرتك يعني ايه السبب اللي خلى حضرتك تهتمي بالفنون والتراث الشعبي؟ انا بدا اهتمامي بالتراث الشعبي تحديدا اول لما التحقت باكاديميه الفنون معهد العالي للفنون الشعبيه. وبدات ان انا اهتم بالتراث الشعبي عن طريق دراسه اكاديميه مش عن طريق مجرد هوايه او حاجات فلكلوريه بس بتعجبني وخلاص، لا حبيت ان انا ادرس الحاجات دي دراسه علميه بمنهج علمي، وبعدين ابدا بقى اتعلم ازاي اعمل بحث ميداني وازاي اوثق كل الحرف وحاجات كتيره جدا في التراث عندنا. تمام. في البدايه انا يعني نفسي حضرتك تجمعي كل الماتيريال دي وتعمليها زي مدونه اللي بيتكلموا عن السياحه والاماكن السياحيه. حضرتك تقريبا بتعملي نفس المجهود ده، ويا ريت تبقى لا هتبقي بلوجر هايله بصراحه في توثيق التراث والمهن التراثيه والمهن الجميله اللي للاسف الناس يعني بقت بتختصر التراث دلوقتي والفنون الشعبيه في فرقه رضا بس. أيوة طبعا صحيح. فرقه رضا كويسه وكل حاجه، لكن طبعًا. في الوان تانية من الفنون الشعبيه طبعًا. من التراث. حضرتك كلمينا عن المهنه التراثيه او الفن الشعبي اللي ابتدى من زمان جدا من ايام اجدادنا القدماء المصريين وفضل واستمر وتطور على مر العصور لغايه دلوقتي. طبعا الحضاره المصريه القديمه اللي هي حضارتنا اللي يعني ادتنا اول الاسس في كل شيء، ومن ضمنها الفنون اللي هي تعتبر دلوقتي الفنون الشعبيه او التقليديه اللي بتتميز بها مصر، وفن الخياميه مثلا على سبيل المثال او حرفه الخياميه، بس انا بعتبرها ان هي فن لان ومهنه طبعا، بس هي بالاساس فن بدليل ان المبدع اللي هو الفنان الشعبي البسيط لما بيمسك قطعه وبيبدا يشكلها ويخيط عليها القماشات او يبدا يطرز الالوان المختلفه على قطعه القماش الواحده، بتبقى كل ده من خياله. استسمح حضرتك بس يا ريت في الكنترول روم لو يساعدونا بالصور مع الكلام اكون شاكر ليكم جدا، يعني شاكر ليكم جدا. اتفضلي يا دكتور كملي تابعي الكلام. فالحرفه ديت بدات طبعا من ايام المصري القديم، وكان موضوع الخياميه كان مقتصر في الاول خالص على الخيمه او السراديق اللي كان بيجلس فيها الوزير اللي بيشرف على العمال في اي بقى وظيفه اي حاجه. وبعد كده بدا الفنان المصري يبدا يطور شويه ويبدا يخليها فيها فن وفيها زخارف. وبعدين زي الصور ما احنا شايفين كده من البدايات خالص، الصور من البدايات خالص فيها فن الخياميه. حضرتك في قميص تقريبا فرعوني. قميص توت عنخ امون. ما انا كنت عايزه ابدا اتكلم عن حرفه الخياميه في الاول، وقميص توت عنخ امون اللي هو يعتبر كان في الدوله يعني مصر القديمه مرحله حديثه شويه في عند المصر القديم بدا يحط زخارف ملونه على الكتان اللي كان المفروض ساده او قماشه ساده. يعني انا لما شفت القميص بصراحه افتكرته مش معمول من زمان قوي كده. لا فعلا ملابس توت عنخ امون حاجه يعني كنز، وكل حاجته ومقبرته تعتبر من اهم الاكتشافات في القرن العشرين. يعني هنا معانا مناظر لصناعه النسيج. طب عشان بس ما يعني خلي كل حاجه في وقتها. معاكي اسئله ميرا؟ انا كنت هسالك بس ايه هو فن الخياميه بس حضرتك. أيوة. قلتي ايوه فن الخياميه هو ببساطه تطريز القماش على القماش، يعني بيبقى فيه قطعة قماش كبيرة وعليها اسطمبة. اسطمبة الفنان الشعبي او اللي هو الحرفي بيكون جايبها، يا اما بتكون بعض الزخارف، بتكون زخارف مثلا على الطراز الاسلامي او الطراز المملوكي، او مثلا ممكن تكون حاجات فرعونية زي زهرة اللوتس وغيرها. وبرده ممكن تكون حاجات من الطبيعة، فبيبدأ يطبع الاسطمبة ديت على القماشة اللي هي لسه السادة خالص. وبعدين يبدأ بعد ما طبعها وخلاص بقى، لو هي بقى قماشة لونها غامق يبدأ بقى الاسطمبة عنده المخرمة ديت يبدأ يرش عليها بودرة فاتحة لو هو غامق. لو الأرضية غامقة علشان الرسمة تبان عنده، لو الأرضية فاتحة يبدأ يرش عليها زي فحم كده، بودرة فحم عشان تطبع عنده الرسمة. حضرتك مصورة معاهم ايوه طبعا. انا نزلت في حي الخيامية اللي هي في باب الخلق، والمنطقة تحديدا تحت الرابع حارة كده اسمها الصناديق. المكان ده مخصص كله للخيامية. انت لما تنزل باب الخلق بقى بتشوف على يعني وتخش بقى الحتة اللي هي بعد تحت الرابع بتلاقي بقى الخيامية على كل المنطقة. يعني
تمام. لا معلش يا شباب، ده صور، صور للنول الخياميه في البدايات خالص، صور الخياميه. هتلاقوا قميص فرعوني كده في الاول، وهتلاقوا شغل خياميه في الاول. حابب اسال حضرتك، هل اللي بيقبل على الفن ده بيشتروه او بيحتاجوه الاجانب فقط، ولا العرب والمصريين ايضا؟ شوف، هو الفن الشعبي دلوقتي مشكلته الوحيده في ان هو يعني ثمين، غالي السعر جدا شويه، يعني ده الوضع الحالي، فبيقبل عليه طبعا يعني السائح الاجنبي. وطبعا اللي بيزود غلو الموضوع ان كمان في منافسه من قبل، يعني هو ده الله يرضى عليكم، من قبل الصناعات التكنولوجيه دلوقتي بقت بتطبع لنا رسمه الخياميه جاهزه، فبقى الجمهور المصري او الجمهور العادي بيقبل عليها كمنها ارخص شويه. يعني التكنولوجيا خلت فيه جاهز وفيه يدوي. طبعا، فهي منها حرفه يدويه، فبتكون مكلفه جدا وبتاخد من الحرف في وقت كبير جدا جدا، وكمان بتاخد منه وقت، وبتاخد منه كمان من فكره ومن وجدانه. معلش، هو الطبع يغلب التطبع، فانا عشان بتاع اقتصاد. ايوه. فاسمحي لي، هل اللي شغالين في المهنه عارفين يعيشوا؟ يعني احنا النهارده الشباب بيسيب المهن للاسف، التوك توك دمر، ما بقاش في حد عايز يتعلم صنعه ولا يبقى سباك ولا يبقى كهربائي، فالنهارده كله بيشتغل على توك توك. هل الناس دي بتحب المهنه وقادرين يعيشوا منها، ياكلوا عيش؟ هي في الحقيقه الحرفي دلوقتي هو طبعا طبعا بيعاني، وفي كل الحرف التقليديه او اليدويه اللي فيها يعني ارتفاع في الثمن شويه، وبيعتبر ان ودلوقتي المصري، الانسان المصري بيعتبرها حاجه من قبل الديكور شويه، اللي هي خصوصا لما تكون حاجه بالغلو ده، فبيستبدلها بالحاجه الارخص شويه في الثمن. لكن طبعا ده ما يمنعش ان الحاجه اليدوي ليها طابع خاص، وليها كمان يعني جوده عاليه جدا بتبقى مع الزمن، عكس كمان الحاجات طبعا المصنعه الجاهزه ما فيهاش اي تقنيات يعني تحفظها هو يعني ده فتره طويله. قميص توت عنخ امون. هو ده قميص توت عنخ امون. كل بقى اللي هي التطريز اللي في الجناب او الشرايط اللي بيبقى اسمها اباليك، دي معموله بطريقه الخيام، متطرزه بطريقه الخيام، يعني بمعنى ان القميص كان ساده وديت يعني قطع مطرزه واتضافت على القطع الخام، ولكن القميص دوت كان يتعمل اكتر للملوك فقط، ما يتعملش لعامه الشعب، يعني ده يدل ان هو قميص فعلا لملك مصري. طيب ايه اهم اشكال تطور فن الخياميه عبر العصور؟ اهم الاشكال ان دلوقتي الفن الخياميه ما بقاش يعتمد بس على التطريز اللي هو يعتبر مثلا اسلامي او مملوكي او التطريزات اللي هي زي كده فقط، لا بقت كمان تشمل زي ما احنا شايفين كده بعض اللقطات التراثيه، يعني مثلا زي الست بالملايه اللف لوحه، بقت لوحات مثلا. في برضو معانا قصه جحا معموله كلها بالخياميه، قصة جحا كاملة صور ومعمولة برضو زي ديت كده. أيوة هي دي، جحا والحمار وابنه، القصة المعروفة جداً. دي أيوة. دي معمولة اهي يعني قصة وفكرة جديدة، وبرضو بتحمل طابع تراثي قديم ويجسدها الفنان، وده كل ده شغل يعتبر حديث نوعا ما، بس بيجسد بقى فيه يعني القصص برضو التراثية، وحاجات برضو زي الفن الصعيدي واللي هم صعيدة بالمزمار أو القهوة والشيشة والحاجات دي كلها برضو، يعني نوع جديد على التطريز شوية. طب أنا عارف إن الكلام مش هيخلص عن الخيامية، لكن اسمح لي أنقل شوية للحديث عن فن الباتيك والنول والنسيج اليدوي. تمام. أنا عارف برضو إنه ابتدى من أيام الفراعنة، وكان فيه النسيج اليدوي بالشكل القديم خالص أيام الفراعنة، وتطور ولا لسه زي ما هو نفس الاساليب ونفس مكنه النول اليدوي بنفس الشكل لغايه دلوقتي؟ لا، انا بشوف ان يعني الجدران والنقوش، ايوه، بتصور لنا ان نفس الفكره ونفس الادوات المستخدمه تعتبر تقريبا هي، مع اختلاف بس ان النول ممكن يكون نزل منه الزر مثلا يكون مريح شويه او متطور نوعا ما بالنسبه يعني للعصر اللي احنا فيه، لكن هو محتفظ بشكله تماما. وعندنا فيه نوعين من النول، يعني النول اللي قدامنا ده اللي هو الرأسي الكبير الرأسي، وفي نول تاني افقي، ده بقى كان قديما متعب شويه، يعني بيبقى منه كده للارض دلوقتي، لو في معانا صوره اللي هي ديت،
هي قاعدة على كرسي بطريقة مريحة شوية، عكس زمان كان النول اللي هو الأفقي منه للأرض كده، والنساج أو النساجة تقعد تمسك، فده كان بيبقى مرهق قوي عليها. لكن هو تطور يعني، طبعا طلع أجيال كتير للنول فيها تطور، بحيث ان هي تحسن جودة القطعة اللي هتطلع، وفي نفس الوقت النساجة أو الفنان اللي بيقعد يعمل الشغل ده ما يبقاش يعني في حالة يعني إرهاق. أيوة. يعني زي كده. طب ممكن حضرتك تعرفينا بداية النول والنسيج اليدوي في مصر القديمة؟ طبعا اللي هي النقوش، وفي عندنا مقبرة عظيمة جدا اللي هي مقبرة رخي مراع، ومقابر كتيرة جدا في الأقصر، في البر الغربي تحديدا، بتبين صناعة النسيج في مصر القديمة بكل التفاصيل، من أول لما بيجيبوا الكتان ويعملوه يعني بيحاولوا ان هو يعملوه خيوط، لحد ما يبداوا يشطفوه ويعملوا ويفتلوه، وبعدين يحطوه على النول. ده كل ده مشروح على الجدران. وفي عندنا يعني تصميم، ده بقى فن الباتيك. ايه الفرق بينه وبين اي حاجه تانية، النول والنسيج اليدوي؟ لا، ده الباتيك دوت فن الباتيك، يعتبر ده طباعه. طباعة. ده فن طباعة برضو، بيطبع يدوي على النسيج أو على قطعة نسيج. بس سيدة. الأسباغ اللي بيستعملها من زمان كانت طبيعية، دلوقتي صناعي ولا لا؟ هنا بقى الطباعة ديت فيها بقى فكرة، إن الطباعة دي عن طريق الشمع. هو دلوقتي بيحط رسمة، برضو بيطبع رسمة، برضو زخارف، إذا كان زهور، إذا كان برضو حاجة فرعوني، أي رسمة هو عايزها. والرسمة دي علشان يبدأ يطبعها قبل ما يصبغ قطعة القماش البيضة ديت، بيقوم عامل ايه، ماشي على الرسمة زي ما احنا شايفين كده بالشمع، الشمع السخن، شمع سخن جدا، ويبدأ ايه ينقط كده. ما هو باتيك دي جاية من التنقيط، يبدأ ينقط الشمع ده على الرسمة، علشان لما يجي يصبغ ويحطها في المسابغ اللون ده ما يلقطش بقى، لون الرسمة الرسمة ما تلقطهاش، فالقماشة تتصبغ بدون ايه، بدون الرسمه الاصليه اللي احنا عاوزينها. او مثلا هو بعد كده عايز يصبغها لون تاني، ده بعدين. وبعد كده من مراحل بقى، المراحل الباتيك دوت، بيقوم بعد كده بعد ما يخلص كل الالوان يحطها في ميه مغليه فوق 100 درجه مئويه، علشان الشمع ده كله يبدا يطفو، ونتخلص خالص من الشمع اللي على القماشه، ويتبقى لنا بقى الرسمه وهي مطبوعه. هنا طبعا انا كنت في الزياره الجميله ديت، زياره عزيزه جدا على قلبي، كان في مركز ويسا واصف، رمسيس ويسا واصف بالحرانيه، وهنا ده المعرض. وكان طبعا مشكور جدا استاذ الفونس غطاس، كان هو اللي كان بيشرح لي كل حاجه هناك. انا كنت رايحه مش عارفه اي حاجه خالص عن المكان، هو يعني بصراحه المكان بيتكلم روعه. المكان بيوثق ايه بقى من الالوان اللي في لا ده بيوثق فن الباتيك، وبيوثق طبعا المكان اللي هو مشهور بقرية الحرانية، السجاد. والسجاد عند قرية ويسا واصف له طابع مختلف، له طابع مختلف وليه طابع خاص جدا. يعني السجادة شبه اللوحة طبعا، ما هي ده بقى الطابع المختلف اللي فيها، والرسمة دقيقة جدا وفيها فن، وكل الفن دوت من خيال الفنانة أو الفنان، من خيالهم. مفيش أي لوحة بينقلوا منها ولا أي حاجة، بيعتمدوا على الذاكرة، وبيعتمدوا على الطبيعة اللي حواليهم اللي بيشوفوها، فبيجسدوها في الشكل الفني دوت. الحكواتي بقى، مهنة الحكواتي، ممكن حضرتك تكلمينا عنه بقى في المقالات الشعبية. هو مين الخيل؟ الخيال، خيال عبد الرحمن أبنودي، ولم ازاي السيرة الهلالية من الصعيد. طبعا. تمام، والحكواتي الصعيدي المصري يختلف عن أي حكواتي، مع احترامي للجميع وكل إخواتنا الدول العربية. طبعا، لأن الراوي اللي هو من جنوب مصر اللي بيروي السيرة الهلالية، وده سيد الضوي، ده من أشهر رواة السيرة الشعبية اللي هي السيرة الهلالية، ووارث رواية السيرة أبا عن جدا، وده يعتبر يعني كان يعني كنز بشري بيحمل السيرة الهلالية طبعا. ربنا يديله الصحة يا رب. والخال طبعا الأبنودي، يعني الله يرحمهم جميعا، يعني وثق السيرة الهلالية في أحسن صورة يعني، وفي احسن طريقه، وخلى الجمهور العام يبقى يتعرف عليها اكتر اكتر، ما هي مقتصره بس على جمهورها اللي هو جمهور اللي بيسمع السيره فقط، سواء في صعيد مصر او يعني، يحاول يعني ينتشلها من الاندثار، وجمعها ووثقها بطريقه رائعه يعني. انا شايفه كده طبعا، وكل الناس شايفه كده.
في بقى صورتين اتمنى يجيبهم لنا الاخر، مطربتين من الفن الشعبي الجميل، غناء التراثي، غناء الموالد الشعبيه، الفنانه خضرة محمد خضر والفنانه جمالات شيحه. وللاسف جمالات شيحه انتقلت يعني للعالم الاخر منذ ايام. فحضرتك الغناء في الموالد الشعبيه والغناء التراثي، غناء الموالد، في حد بيكمل المسيره ولا؟ هي الفنانتين اللي هي خضرة محمد خضر وجمالات شيحه كانوا متخصصين اكتر في فن الموال، الموال الشعبي. بس كانوا بيغنوا في الموالد. ايوه طبعا، بس انا قصدي اللون اللي كانوا بيغنوه هو الموال الشعبي. تمام. يعني برعوا فيه، برعوا فيه، وطبعا تتلمذوا على يد زكريا الحجاوي. فطبعا الموضوع كان اخذ كمان شكل احترافي، وزي ما احنا شايفين طبعا جمالات شيحه الله يرحمها فنانه رائعه، وكانت يعني بتجسد الفن الشعبي الاصيل من الست المصريه الجميله اللي هي بتعتمد كل، يعني شايفين حتى لبسها، وست متحشمه وفي نفس الوقت بتعشق الفن وتعلمته، رغم ان هي تعليمها محدود ولكنها برعت في كل الالوان وعرفت المقامات وعرفت طريقه الغنى، الغنى الموال، يعني حاجه رائعه. في حد هيكمل المسيره دي ولا خلاص على كده؟ والله في فنانات شعبيات برضو، وفي فنانين بس، وفي طبعا تبع وزاره الثقافه في فرق في بيت السحيمي وفي المتاحف في المناسبات بيغنوا غنى رائع. خلي وزاره الثقافه دلوقتي عشان هسالك في الموضوع ده في الاخر. معاك اسئله تانية؟ لا خلاص كده. خلاص كده. طب هو انا حابب اسال حضرتك بقى، بانك فتحتي موضوع وزاره الثقافه، دور الدوله ودور وزاره الثقافه، دور وزاره التربيه والتعليم، دور الجامعات، علشان الثقافه تستمر، لان في دور علينا كمجتمع، كمؤسسات طبعاً. تعليم، كمؤسسات ثقافيه مختلف انواع، دور الحكومه لازم تكون داعمه للنوع ده من الفنون. يعني احنا لو مش بندعم السينما زي زمان، لا، التراث والفنون الشعبيه محتاجه دعم، ما ينفعش الدوله تشيل ايديها. اكيد طبعا، بس انا بشوف ان الاهم ان القطاع العريض من الناس يبدا يقدس الفن ده اكتر من كده، ده الدور الاهم، ده اللي انا شايفاه، علشان لما الجمهور يبدا يعني يقبل على الفن دوت ويقدره حقيقي، ساعتها الفن هيفرض نفسه، هيفرض نفسه باي شكل، لان وزاره الثقافه والمعاهد والجامعات بتهتم جدا جدا بالتراث كدراسه اكاديميه كمان، وبتحاول تحافظ بشتى الطرق على الكنوز البشريه الباقيه، لكن الاجيال الجديده بتبدا تتوجه مع التيارات التكنولوجيه والحياه الافتراضيه اللي احنا عايشينها والفن الجديد اللي طالع، فاصلا الفنانين ذوقهم اتغير، والجمهور برضو الذوق العام في يعني في مشكلة كبيرة. فلما الذوق العام يبدأ يقبل على فن، هو الفن بيفرض نفسه. صح. لكن الفن الشعبي بالعكس، أنا شايفة أنه هو مش محتاج الدعم بالشكل اللي هو المادي البحت ده، لأ، هو محتاج تقدير ونظرة ما فيهاش استعلائية على النوع دوت من الفن، أو نعتبره فن موالد فقط أو فن فلاحين أو حاجة، لأ بالعكس، دي ثقافة مهمة جدا جدا، وهي دي بتمثل هويتنا أصلنا طبعا. يعني ما فيش حاجه اسمها صعيدي او فلاح، لا، ده ثراء، ده ثراء في الهويه المصريه، ده اصل مصر، وهي طبعاً. دي ثقافتنا وهي دي هويتنا، ولازم من فات قديمه تاه طبعا. فاحنا محتاجين ان ما يبقاش بس في اكاديميه الفنون او في المعهد العالي للسينما او المسرح او فنون جميله او فنون تطبيقيه هم الطلبه بس دول اللي بيروحوا وبيحتكوا، لا، احنا محتاجين زيارات لكل المدارس والجامعات في مصر، تروح وتشوف طبعاً. الفنان اللي بيشتغل مهنه فيها فن تراثيه بيتعب في حياته قد ايه، وبيتعب في مهنته قد ايه، ولو ده ما بقاش في جيل بعده الدنيا هتبقى شكلها ايه؟ طبعا المهنه بتبقى معرضه جدا للضياع، او الفن بيبقى معرض لانه يضيع، فعشان كده كمان الدراسه الاكاديميه بتوثق الفن ده وبتحافظ عليه. ما حضرتك انا النهارده ممكن اكون مثلا مهندس لكن مش فني، ما بشتغلش بايديا، انا بشتغل بدماغي، فممكن حضرتك تكوني فاهمه الدنيا ماشيه زي ما، سوري، ما عندكيش الحرفه ان انت تشتغلي بايديكي. اكيد طبعا. احنا بنتكلم على الفني اللي بيشتغل بايديه. ما هو دوت بيعتبر كنز بشري، كنز بشري، ولازم المهنه بتاعته دي تورث، لازم لازم تورث لجيل جديد طبعا، عشان يعني والجيل الجديد لازم يقبل على الحرفه دي او المهنه او الفن ده، علشان هو مقدره وشايفه ان الجمهور مقبل عليه. انا عايز اقول لحضرتك، يعني لما اشوف الخياميه واشوف القميص بتاع توت عنخ امون، لو المهنه دي اختفت من مصر، لا، حاجة يعني صدمة. لا طبعا، ده مهنة يعني مصر متفردة بيها أصلا،
ما انا بقول يعني لحضرتك لازم لازم وحرفه مصريه اصيله فعلا، ما ينفعش تختفي ولا نقول ما بقاش في جيل بيتعلمها، لازم تفضل باقيه. طبعا طبعا. هل في قرى معينه مثلا في بعض المحافظات مهتمه بالموضوع ده وبتتوارثه؟ الخيامية؟ في الخيامية أو في النول اليدوي؟ النول طبعا في اللي هي قرية الحرانية زي ما قلنا، وفي في قرية فوهة في كفر الشيخ، دي برضو قرية مشهورة جدا بالنسيج في اللي هي في الشرقية. في حاجات للخزف متهيألي في الفيوم وبعض المدن الصعيد. ده الفخار بقى، في قرية تونس وحاجات زي كده. هو في قنا طبعا الفخار القناوي والقلل القناوي، طبعا ده حاجة سنية. عظيمة جدا. طبعا سنية قناوي. حضرتك يعني في الختام كده مش عايزه تواجهي اي حاجه للدوله ان يهتموا شويه، يبقى هل الناس دي فعلا عارفه تعيش؟ هل محتاجين دعم؟ محتاجين تامينات معينه؟ محتاجين كل ما انا شايفه ان الفنان الشعبي هو حقيقي بيعاني، ومش بيعاني من النهارده ولا من امبارح ولا من اي وقت قريب، لا بالعكس، المعاناه عبر العصور. كل ما يعني من بداية العصور، زي ما التاريخ بيقول ان من بداية العصر العثماني وبدأ الذوق بتاع الطبقات العليا والاستقراطية في المجتمع تتوجه نحو الذوق الغربي، وهي اللي دخلت لنا الحاجات ديت الأذواق الغربية في المجتمع المصري، فبدأ أصلا القطاع العريض من المجتمع يبدأ يعني يبعد عن الحرفة اليدوية، بخلاف طبعا ان أبرز الحرفيين اتاخدوا طبعا في يعني في وقت قبل كده اثناء الاحتلال العثماني. ايوه طبعا. فده اضعف برضو المهنه اليدويه، واضعف الطوائف اللي كانت مهتمه جدا بالحرف التقليديه. فده البدايه، انا بشوف ان ديت بدايه اضمحلال الحرف اليدويه بكل اشكالها. فبعد كده بس انا حاليا بشوف ان الفنان الشعبي محتاج، مش هقدر اقول محتاج دعم ومحتاج حاجات زي كده، لا بالعكس، الفن الشعبي ارقى من كده بكتير، لكنه الفنان الشعبي دلوقتي او الحرفي او الفنون دي محتاجه ان الجمهور هو اللي يقدر قيمتها. ولو فعلا احنا محتاجين دعم، انا بشوف ان الدعم لازم يبقى على الخامات اللي بيحتاجها الحرفي دوت، الخامات تبقى ارخص علشان يقدر ينتج وما يحسش ان هو صرف كتير وفي عبء عليه، وده هيقلل من ثمن المهنه المنتج، وكمان هيخلي المواطن العادي يقدر يقتنيها ويقدر يستعملها. وبرده لازم تكون برده الحرفه او المنتج دوت يكون برده فيه شق وظيفي كبير، عشان يقدر برده اللي يقتنيه يقدر يعرف وظيفته ايه، مش تكون برده ديكور بس او منظر فقط. يعني هو بما ان الدوله دلوقتي بتعمل جامعات تكنولوجيه وهيبقى مفيش فني، هيبقى اسمه تكنولوجي، فاحنا برضو محتاجين معاهد تطلع ناس متخصصين يتعلموا اول حاجه المهنه عشان تفضل في اجيال جديده. طبعا وده اول دعم. تاني حاجه يبقى انا عارف اللي هيتخرج من المعهد الفلاني بيشتغل خياميه، بيشتغل نور يدوي، بيشتغل اي مهنه تراثيه، عشان ما تندثرش هيبقى ليه تامين وليه شغل وابقى ضامن شغله. يا ريت يحصل. ما شاء الله السياحه ابتدت ترجع تاني بقوه طبعا. ده الحرف اليدويه تعتبر يعني مجال قوي جدا للسياحه، تعتبر سياحه ترويج اصلا في حد ذاتها. طبعا. لان انت بتيجي فاكر ابو الهول والاهرامات البعض، ولو ان في سياح بيجوا قاريين وعارفين اكتر مننا طبعا، فلما بيجي بيشوف بقى الفنون والثقافه والتراث فعلا في سياحه قويه جدا عن طريق الحرف اليدويه التقليديه، ممكن احنا نستغلها كنوع من انواع السياحه، بس يكون فيها، هي طبعا فيها جوده ما فيش كلام، وفيها فن طبعا يعني نادر جدا، بس السعر بتاعها هو اللي بيكون مرتفع نوعا ما طبعا، لان الفنان تعب فيها جدا جدا وكلفته خامات ووقت وجهد وكل حاجه. بس لو هو فعلا لقى في دعم حتى في الخامات وكانت متوفره له بطريقه سهله وبطريقه يعني بسعر يكون رمزي، علشان هو بيمتهن المهنه ديت، فمن ايه يعني ما يعتبرش كده نزيده عبء بنغلي عليه كمان الخامات، لان كل كمان ما الخامه بتغلى كل ما الحرفي بيرجع يعني بيلجا لخامه اقل منها في الجوده، فده برضو بيضعف من جوده المنتج اليدوي. انا مستمتع بكلام حضرتك وشايف شايف ان لا، لازم الدوله تدعم الدعم الحقيقي، ان يكون في معاهد بتعلم الشباب المهنه ازاي بتتم يدويا وازاي بتتم لا لو بطريقه تكنولوجيه على مكن، وفي نفس الوقت يبقى في جزء منهم بيشتغل يدوي وجزء بيشتغل بشكل تكنولوجي. تكنولوجي بتبقى اسعاره ارخص، المصريين يشتروا ويتصرفوا ان ده فني كذا،
صحيح. مصري اصيل مش جاي من الصين. لا طبعا. وفي نفس الوقت اليدوي هيبقى للاجانب بالسعر الايه المناسب. ايوه طبعا. فلازم الدوله تخش في الموضوع ده، ولازم الشباب يعرفوا احنا بندور على مشروعات جديده ومشروعات لبكره، نشوف المشروعات دي. ايوه فعلا، ولازم برضو معارض تكون على مستوى يعني عالي للفنانين دول، لازم معارض برضو، معارض محلية ومعارض كمان دولية، ويحصل تبادل ثقافي برضو بين المنتجات. هو موجود بيحصل بس على نطاق ضيق، وما بيتعملوش دعاية بما فيه كفاية. أنا بشوف برضو الدعاية مهمة. بتكون برضو يعني محدودة. مش عايزة تقولي أي حاجة قبل الختام؟ لا، أنا بس بتمنى أن الحرف وكل أشكال التراث الشعبي بكل أشكالها، سواء فن أو فنون قولية أو فنون مادية أو فنون لا مادية، أنا بتمنى أن هي الشعب المصري يقدرها ويحافظ عليها ويحبها فعلا من قلبه، لأن هي دي هويتنا الحقيقية. شكرا. أنا بعيد حضرتك، وأتمنى إن شاء الله يبقى في حلقة في 2020 يكون في تطور واهتمام من الدولة بالفنون والمهن، اللي هي مش فنون وبس، فنون ومهن في نفس الوقت تراثية، وان شاء الله يعني الشباب يهتم بيها باذن الله. باذن الله. لا انا مش عايزاكي تخلصي والله بجد خالص. ربنا يخليك. استسمح الشباب ينزلوا لنا الفيديو تاني لو امكن. يعني لو ما فيش وقت نشوفه كله ونشوف جزء منه. تمام يا شباب؟ وحلقه مميزه جدا، وان شاء الله نتواصل مع حضرتك تاني يا رب. باذن الله. شكرا. انا مش عايزه الحلقه تخلص خالص، مش عايزاكي تمشي والله بجد خالص. ربنا يخليكي. تسلمي. انا كمان سعيد بالحلقه، وحلقه مشكلة. مميزه، وان شاء الله يبقى في لقاء تاني باذن الله. وتحياتي للمشاهدين، واتمنى نكون حلقه جميله واستفدنا كلنا. والفنون الشعبيه مش فرقه رضا وبس، فرقه رضا وحاجات تانيه كتير جميله برضو زي فرقه رضا. وان شاء الله باذن الله الشباب يتابع ويواصل، وهيلاقي مهن وافكار تفيد وتفيد المجتمع باذن الله. شكرا والى اللقاء.